الحمد لله الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك لنحيي هذه السنة المحمودة، وهي التضاوض بالله وتجديد المحبة والوصال بما يجب وتذاكر وتناصح فيما ينفعنا بفضل صفوفنا وتحقيق الوعد. إن من أعظم النعم الله علينا أن أكرمنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين وفضله الممدود إلى يوم الدين، القائل: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أول من يشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. اللهم شفعه فينا وارزقنا محبته وخدمة شريعته على الوجه الذي يرضاه. اللهم ارضي عن آل بيته وصحابته والتابعين وعن الوارث المحمد فالأكمل القطب المكتوب سيدنا أحمد التجاني القائل: إن سمعتم عني شيئا فزينوه بالشرع فما وفق فاعملوه وما خالف فاتركوه. لكانت بذلك طريقتنا التجانية أساسها كتاب الله وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتربى على الأمرين المستقيمين رجال عرفوا عن الإسلام وأوصوا رسالتهم يجمعنا وما يقوم عليه طريقتنا. إن الشباب هم ركيزة المجتمع وأساس التطور فيه، وهم في هذه الأمة وحضارتها، وعلينا